إذن مشاهدينا الأحباء، نحن سعداء بهذا التواصل الجميل في قهوة الصباح، والحديث القادم بإذن الله سيكون عن مبادرة معكم لسلامتكم. سنتحدث أكثر عن فكرة هذه المبادرة وأيضا عن يعني الفئة المستهدفة في هذه المبادرة. ينضم معنا الآن في الاتصال المرئي الأستاذ زاهر بن محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة البريمي. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح النور، الله يحفظكم يا أختي. شاكرين استضافتكم، وإحنا سعيدين أن نكون وياكم في قهوة الصباح. حياك الله معنا الأستاذ زاهر. لو نتحدث أكثر عن فكرة مبادرة معكم لسلامتكم. مبادرة معكم لسلامتكم، بداية نشير إلى غرفة تجارة صناعة عمان، في قد أسست في بداية الجائحة أسست صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، وذلك بهدف التخفيف على الآثار الناتجة عن فيروس كورونا، وقدمت دعما للصندوق حوالي 1,000,000 ريال عماني. وقد شاركت عدة شركات ومؤسسات أيضا في هذا الصندوق، وقد ساهمت ونتقدم لهم بجزيل الشكر لمساهمتهم في هذا الصندوق. مبادرة معكم لسلامتك تأتي في إطار في هذا الإطار أيضا، وجاءت الفكرة من المديرية العامة للتربية والتعليم ومن مركز الابتكار، وتم دراسة هذا المقترح ولاقت أيضا الحمد لله ترحيب من مجلس الإدارة في غرفة تجارة صناعة عمان، وتم دعم مركز الابتكار، وذلك لدعم الطلبة والمبدعين في المحافظة لتحفيزهم على عالم التقنية الجديدة والثورة الصناعية الرابعة. طبعا الجائحة كان لها دور كبير في التغيير، وخاصة التوجه إلى الثورة الصناعية الرابعة، وتم دعم مركز الابتكار بالطابعات ثلاثية الأبعاد تقريبا لصناعة الدروع الواقية، وتوزيعها بشكل مجاني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الموجودة في المحافظة. نعم أستاذ زاهر، بعد الترحيب فيك مباشرة أيضا سؤالي القادم سيكون بمشيئة الله تعالى كإجراء واقعي فعلي عملي تنفيذي على أرض الواقع، كيف سيتم تفعيل بمشيئة الله تعالى كل حيثيات ومجريات هذه المبادرة، وما الدور الذي يقوم به أيضا مركز الابتكار العلمي التابع للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي في ما يتعلق بتفعيل أيضا أكثر وأكثر لهذه المبادرة؟ يعني نشكر المديرية العامة في المحافظة، المديرية العامة للتربية والتعليم ومركز الابتكار، على حسب الاتفاقية اللي تمت توقيعها بالأمس مع مركز المديرية العامة ومركز الابتكار، فإن مركز الابتكار مسؤول عن تجهيز المختبرات وتوفير الفنيين أيضا المتطوعين من أبناء المحافظة للعمل على إنتاج الواقي والأقنعة، وسيتم تصنيع ما يقارب حوالي 2,000 قناع، وسوف يتم توزيعها على المنافذ البيع والمتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر. نعم، طيب أستاذ زاهر، يعني ما هي الصعوبات التي قد تواجهكم في تنفيذ أيضا هذه المبادرة معكم لسلامتكم؟ طبعا هذه أول مبادرة، وتعرفين أن الطابعات يمكن تواجهنا في بطء الطابعات في إنتاج الكميات، لكن بتكون أيضا حافز جديد أيضا أن تطوير هذه الطابعات، وعندنا بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة أيضا التي بدأت في عمل مختبرات لهذه الطابعات وتطويرها، وسوف يكون التعامل مع أحد الشركات اللي موجودة
طبعا هذه استيرادها من الخارج، واحنا تواصلنا ايضا مع عده شركات موجوده في السلطنه، وسمعنا اخبار جيده انه بيكون في طابعه ثلاثيه ابعاد عمانيه قريب ان شاء الله سوف تكون في الاسواق، وان شاء الله نتمنى ان نتغلب على هذه الصعوبه ويكون عندنا جيل ناشئ يطور هذه الطابعات وتنتج ان شاء الله في السلطنه باذن الله تعالى. نعم، تعاون جميل ورائع وبناء ايضا ما بين الغرفه وما بين ايضا المدير العام للتربيه والتعليم بمحافظه البريمي. كيف تصف لي ايضا هذه الشراكه المجتمعيه الجميله ايضا، وكيف تصف لي ايضا اقامه المبادرات الذي فيها نوع من التعاون ايضا بين مختلف الجهات والقطاعات والمؤسسات في السلطنه؟ طبعا توجيهات مولانا صاحب الجلاله السلطان هيثم الله يحفظه واللجنه العليا في مكافحه فيروس كورونا، فمطلوب من كل المجتمع والمؤسسات والحكوميه والمؤسسات الخاصه التعاون والتكاتف في ظل هذه الجائحه، على اساس ان شاء الله نقدر نعدي هذه المرحله وتكون ان شاء الله باذن الله تعالى ذكرى طيبه، وان شاء الله ما يصيب اهلنا واخواننا الا كل خير، ونتمنى لهم ان شاء الله ان كل الجهات الحكوميه والمؤسسات يتعاونون في التعاون لجائحه كورونا والابتعاد عنها ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة البريمي، موفقين إن شاء الله في مبادرتكم، يعني أفكار طموحة إلى مستقبل مزهر بالنجاح والعطاء والإنجازات. نحن نستمر معكم مشاهدينا، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود، كونوا معنا.